ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ تحفه، اتجنن. جبتها امتى؟ لسه واخدها حالا من الاجنس وجيت لك على طول عشان تبقي اول واحده تركبها. يا سلام، هم اللي هيركبوها كتير ولا ايه؟ نيفر. عيب يا لولو، انت وبس يا جميل. بحسب. سيب براحتك، يلا بينا. يلا اتفضلي يا حبيبي. امجد، انا لما وافقت اجي معاك هنا قلنا هنقعد في الجنينه مش جوه الفيلا. باكي، مش انت اللي طلبتي تسمعي الاغاني الجديده اللي انا بحضرها للالبوم الجديد؟ يعني اسمعها لك ازاي والكمبيوتر والسيديهات جوه؟ باكي، انت خايفه مني ولا مش واثقه فيا ولا ايه بالظبط؟ لا مش قصدي، بس يعني انت بيجي لك ناس كتير، صحفيين وفنانين، وبعدين لو حد شافني معاك جوه هيبقى شكلي وحش قوي. يا ستي لو على دي ما فيهاش مشكله، انا هقول لسيد لو جالي اي حد يقول له ان انا مش موجود. يلا عشان اسمعك الاغاني، قومي. يلا بينا. يلا. ايه يا بوكي، في ايه؟ يلا يلا. يلا بينا. يا بسام، انا سبق وقلت لك مليون مرة ان انا مش هطلع معاك شقتك دي. طب فهميني ليه؟ فهمني انت عايز نطلع معاك ليه؟ يعني هنطلع عشان نحتفل بالعربية الجديدة. ما احنا بقالنا ساعة بنلف وبنحتفل، ولا هي العربيات الجديدة لازم يحتفلوا بيها في شقق؟ برضه الاحتفال في الشقة بيبقى ليه رونقه يعني، وبعدين أنا جعان بصراحة، ميت من الجوع. ماشي يا سيدي، تعال نروح ناكل في أي حتة وأنا اللي عازماك، احتفالا بالعربية الجديدة. أنت بتعملي معايا كده ليه؟ ما تجيبي من الآخر، لو مش عايزاني قولي. أنت اللي مش عايزني. إزاي وأنا بحاول أرضيكي بأي شكل، وأنت اللي على طول بتصديني وقافلة الباب في وشي؟ عشان أنت عايز تفتح الباب بمفتاح غلط. وايه هو بقى المفتاح الصح؟ مفتاح واحد مفيش غيره. اللي هو؟ الجواز. اوكي، انا موافق. خلاص، تبقى تيجي انت ووالدك تقابلوا اهلي وتطلبني منهم رسمي. اه اكيد هيحصل طبعا، بس يعني. بس ايه؟ يعني انت عارفه انا لسه ما خلصتش كليه، وبعدين يعني ما ينفعش افاتح دادي في موضوع الجواز دلوقتي. بس ده ما يمنعش برضه ان احنا نتجوز. نتجوز في اقرب وقت ان شاء الله بكره. ازاي يعني؟ نضرب عقد عرفي، عقد شرعي، يمضي عليه 2 شهود وكل حاجه زي الفل. واول ما اخلص دراسه هجيب دادي ونيجي نتقدم لمامتك ونعمل زفه وفرح وكل اللي انت عايزاه. بتضحكي على ايه؟ على نكته العقد العرفي، هي قديمه بس ضحكتني. العب غيرها يا بيسو. ها، ايه رايك؟ هايلين يا امجد، بالذات الاغنيه الاخيره دي حلوه قوي. بجد عجبتك؟ اه طبعا. انا افكر بيني وبينك اخليها الهيت بتاع الالبوم. على فكره الالبوم ده هيكسر الدنيا ان شاء الله. هو نازل امتى؟ يعني بعد الامتحانات على بدايه موسم الصيف كده. طب بقيه الاغاني اهو قاعدين شغال فيها. بقول لك ايه، انا عندي تسجيل في الاستوديو بكره وانت لازم تبقي معايا. بجد يا امجد؟ بجد. على فكره انا عمري ما خدت معايا حد غريب الاستوديو، بس انت بالذات لازم تيجي. مش معنى انا بالذات، يعني لانك ما بقيتيش غريبه عني، وبعدين انا متاكد ان هي غنيه باحساس اعلى وانت قدامي. هي الاغنيه بتقول ايه؟ توحشيني وانت جنبي، ياللي ساكنة قلب قلبي، ياللي عمري بقاله معنى يوم وياكي ابتدى. حلوة أوي الأغنية دي يا أمجد. أنتي أحلى. طب أنا همشي بقى عشان اتأخرت على شيء. بسرعة كده؟ بسرعة، أنا معاك من بدري. على فكرة أنتي خطر. خطر إزاي؟ يعني الوقت بيعدي جنبك ثواني، يعني العمر كله ممكن يروح جنبك وأنا مش واخد بالي. بطل الغنى بتاعك ده بقى، وفر له الاستوديو. يلا يا مغنواتي. ماشي يا عم. الجواز العرفي اللي شغال اليومين دول ده لعبه خايبه، بيلعبها الشباب على بعض عشان يوهموا نفسهم انهم ما بيعملوش حاجه غلط. هو ايه الغلط اللي فيه بس؟ ده جواز محلله ربنا، جواز شرعي، جواز يعني، وبعدين مفيش شهود. لا يا استاذ، الجواز الشرعي اللي محلله ربنا لازم يبقى فيه حاجتين، قبول واعلان. طب ما احنا قابلين قوي وموافقين ان احنا نتجوز، بس في السر يعني، مفيش اعلان للناس. يا ستي بيعلني ويقول لكل اصحابك، بيعملي اعلان في الشارع. وبعدين انا اصحابي بمجرد ما يعرفوا هيسيحولنا في كل حته، يعني سيرتك هتبقى على كل لسان. واهلنا يا بسام، معقوله كل الناس يعرفوا ان احنا متجوزين واهالينا لا؟ بالذمه بتسمي ده جواز حلال؟ ما هو اهالينا هيعرفوا طبعا، بس بعدين. خلاص يبقى نتجوز بعدين. بس انا مستعجل، مش قادر اصبر لبعدين، يعني انا عايز اتجوز. وانا مستعجله زيك واكتر، بس لازم نعمل الصح
والمظبوط؟ ايه العقد دي؟ ايه الكلاكيه دي؟ ما تسيبي المواضيع ماشيه. بقول لك ايه؟ انا مش واحده سايبه وما عنديش استعداد افكها قوي كده وافرط في روحي اكتر من اللازم. على فكره بقى انت دماغك دي غريبه قوي. خلاص اوكي، لو مش عاجبك دماغي يبقى كل واحد فينا يمشي في سكته ويعمل اللي هو عايزه مع اللي هو عايزه. بسام، انت قلت لي ان عندك 3 اخوات بنات، ترضى واحده فيهم تروح لواحد راجل شقته؟ هتبقى مبسوط وفرحان لو واحده فيهم اتجوزت من وراك عرفي؟ اكيد لا طبعا، ده مش بعيد تنزل فيها ضرب وتحاول تقتلها كمان. يبقى ليه اللي ما ترضاهوش على اختك تقبله على بنات الناس؟ بقول لك يا لبنى، ما تحبكيهاش معاه قوي كده، لا يزهق ويخلع لما يلاقي مفيش منك فايده. ما هو لو خد مني اللي هو عايزه هيخلع برضه. يا ساره، الواد بيسو ده عامل زي العيال المدلعين، يقعد يعيط ويصرخ على لعبه لغايه ما يجيبها، يلعب بيها شويه ويرميها بعد كده. انا يا حبيبتي مش عايزه ابقى شخليله في ايديه، يتسلى بيها شويه ويحذفها بعد كده من الشباك. بس خدي بالك العيال دول ما يتضمنوش، وتيجي واحده تانيه في الخط وتشقطوا منك، واللي زي بيسو ده بيدوروا حواليه بنات كتير. ما تخافيش عليا يا حبيبتي، انا اعرف ازاي اثبته هو وعشره زيه. انا بضرب وبطبطب في نفس الوقت وشوق ولا اتدوق زي ما بيقولوا. طب انت مش موافقه ليه تتجوزي عرفي زي ما بيقول؟ لاني مش هطلع بحاجه لو قطع العقد العرفي ورماه في وشي وقال لي مع السلامه باي باي. انا شربت مقلب العرفي ده مرتين قبل كده، والتالته تابته.